أخبار اليوم. ونشكر الماما تدرس وقفته معانا، ونشكر سيدنا الأنبا بخوميوس وقفته معانا، ونشكر كل شعب رشيد مسلمين ومسيحيين وقفتهم معانا، ونشكر ربنا أول وآخر. طبعا النهاردة يعتبر بالنسبة لنا يوم تاريخي، يوم فرحة كبيرة للمسيحيين كلهم، مش لرشيد بس أو شعب رشيد بس، لنا كلنا، لأن ده حكم يعني بالنسبة للمسيحيين كلهم. الكنيسة تعتبر دور عبادة زيها زي المسجد، ما ينفعش نهدمها أو ما ينفعش إن احنا نعمل فيها أي حاجة مسيئة. صدقوني أنا كنت بعدي على الكنيسة بتاعتنا اللي هي في السوق، كنت بعيط يعني، كنت بحزن من كم القمامة اللي مرمي فيها، أو إزاي ربنا يسكت على كده. فبعد كده الحمد لله نشكر ربنا ان هو سمح، ويعني مرت الايام وجات الايام وسمعنا خبر جميل جدا جدا ان هو الكنيسه رجعت لنا. الحمد لله نشكر ربنا، وبشكر قداسه البابا توادروس وبهنيه، والانبا بخوميوس، وقدس ابونا لوقا، وكل الموجودين في الكنيسه، والخدام ببارك لهم كلهم، وكل شعب كنيسه رشيد. والف شكر للقضاء المصري، والف شكر لكل من ساهم، وكل من ادانا الفرصة واتاح لنا الفرصة ان احنا نفرح الفرحة الكبيرة دي. الف الف شكر، وعلى رأسهم طبعا السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي نعبده جميعا. انا النهاردة فرحان فرح عظيم،